غريبة اللي بيحصل ده، قليل جدا لما الاقي النور فاصل في الشوارع كده، اكيد في حاجة غريبة بتحصل، بس انا لحد دلوقتي ما اعرفش هي ايه دي، بس لازم اعرف. حركات برضه، حركات نايم كده يا حركات، انت نايم في سبع النوم وانا مش عارفه انام، جعان يا حركات، قومي يا حركات هاتلي اكل بسرعه. قال بقى انت ليه بتشحني دلوقتي يا واد الزعبوله؟ اجيب لك انا مش بنبقى الاكل دلوقتي، الساعه مش واحده بالليل يا حركات. بس انا جعان جعان، بطني بص مش قادر، انا لازم اروح الغابه يا حركات اجيب اكل دلوقتي. طب انا بص برضه واد الزعبوله جعان كده بقى، بس بص مش عارف اجيب اكل بدي، ايه رايك بص نروح نشوف واد المعلم بسرعه؟ يلا بينا. طيب انا هروح اشوف المعلم نفسي عشان يديني اكل كمان. ايه ده، هو مين الواد ده اللي طلع لي؟ يا لهوي، انا لازم اروح لحركات ده معلي، حركات حركات. بس الفل بص مش تاكلي، انا بص جعان، هروح اجيب بص مواد المعلم اللي خدت اكل بقى، اجيب لك اكل معايا ولا ايه؟ ولا بص غير لك الكرتون اللي على التلفزيون. حركات حركات، في ولد فوق حركات. واد مين بس يا واد الزعبولة، انت مجنون ولا ايه؟ انت بص شكلك بتهولش كده عشان انت بص جعان اصلا. يا حركات بقول لك واد حركات وصغير، ايه ده؟ يا لهوي، بص حركات وراك من الشباك بسرعه. امشي وراها ليه؟ تعب انا بص اهو، امشي بقى يا لهوي. يا نهار احمريكا، ده بص واد اول بص شكله شرير وبيختفي كمان يا واد الزعبولة. طب احنا بص بقى نعمل ايه دلوقتي؟ انا بص مش هطلع الشارع عشان ممكن اموت، انا بص هروح اشوف لك التلاجة ممكن الاقي فيها اكل. طب حركة، يلا خلينا نشوف التلاجة بقى، وانا اللي خلص اكل كل ايه التلاجة ما فيهاش ولا حاجة. يا نهار احمريكا، فاضية فدولة واد الزعبولة. انا لازم دلوقتي بص بقى اروح لواد المعلم لخالتي اشوف بص عنده اكل ولا لا. طيب تعب حركات بسرعة، انا مش قادر، انا جعان حركات، المشكلة ان انت خلصت كل الاكل اساسا. يا ابني بص ما انا كمان جعان، طيب بس هعمل ايه بقى؟ مفيش اكل خلاص، هروح بص اشوف واد المعلم لخالتي كده. تعب حركات بسرعة، انا مش قادر استحمل الجوع، خليني اتأكد انا من التلاجة ممكن الاقي ايه ده؟ انت واد ابو علي يلا اصحى بسرعه، واد انت بسرعه بقى عشان بصي في طفل كده خطير. ابو علي انت واد ابو علي، هو اللي بس مش عاوز يصحى، خلينا ندخل له البيت. ابو علي يلا اصحى بقى. ايه ده، مين بس اللي بيصحيني؟ حركات الفرخه، عاوز ايه بس حركات بتصحيني ليه؟ في حاجه حصلت؟ الجد شلبي بخير؟ زعبوله بخير؟ يا ابني بص كل بص زي الفل بقى، بس احنا بص عاوزين اكل بقى واد ابو علي عشان بص جعانين. ايه ده انتوا جعانين؟ طب انا كمان جعان على فكره، بس انا بص ما برضاش اكل حاجه قبل ما انام. يا ابني بص لا، احنا بص جعانين عشان ما عندناش اكل بقى، انا دلوقتي بص لازم اروح اخلص الثلاجه بتاعتي. سلام. ايه ده، تخلص ثلاجتي؟ وانا لما تتخلص ثلاجتي انا اكل من البحر يعني؟ انت ولا انت، هو راح فين النوب ده؟ مش عارف بس ايه اللي جايبه عندي الواد ده في الوقت ايه ده؟ هو ايه الصوت اللي ورايا ده؟ مش ممكن، انا سمعت صوت، الصوت ده ايه ده؟ انت مين؟ ده طلع يجري جوه، والله ما اسيبه، لازم اعرف هو مين. ايه ده اختفى، مش ممكن، ده كان طفل صغير، هو راح فين؟ طيب مش عارف، هو ده حركات يا نوب، فين الواد حركات الذكي ده؟ انت واد حركات، هو فين؟ يلا بقى فتحي بشاع. ايه ده، هو بيعمل ايه؟ انت يا ذكي، ايه ده، انت بتكسر التلاجه بتاعتي يا واد حركات. استنى بس اكسر التلاجه واشاع. يا ابني انا صاحب البيت، لو دوست عليها كده هتفتح اصلا. يا حركات الذكي، انا شفت طفل صغير حركات وماسك حاجه غريبه في ايده. ايوه بص، ما انا برضه شفت الطفل ده، طفل شرير بقول. يا نهار زماني، ولما انت شفته ما قلتليش ليه؟ الولد اللي انا شفته ده اللي كان لابس ابيض، لازم اقول للجد الشلبي عليه. فاضي بالي، بس بص بقى اللي انا شفته كان لابس اصفر. ايه ده، هو انت شفت واحد غير اللي انا شفته؟ مش مصدق، لابس اصفر بجد ولا انت عندك عمى الوان وهو نفس الواد؟ انا لازم اقول للجد الشلبي او اقول للعلويه. علويه، الواد اللي حركات شافه ده كان لابس انهي لون؟ لون اصفر زي ما حركات بيقول، ولا لون غلط اصلا؟ يا ابني انا متاكد يا ابني كان لابس لون اصفر كده. طيب يا حركات احنا لازم نقول للجد الشلبي، فين زعبوله؟ هو زعبوله بس بقى،
قاعد وقاعد بوشي في البيت بتاعي. يا نهار زبادي، هو انت شفت الواد هناك في البيت؟ طب ممكن زعبوا الله يحصل له حاجه كده. طب وانا بوشي هعمل له ايه؟ ما انا كنت بوشي جاي اجيب له اكل بقى عشان بوشي هو جعان. هو اللي جعان ولا انت اللي جعان اساسا يا فرخه؟ يا ابني بعد بوش وهو قاعدين احنا الاتنين قاعدين بقى، فانا لازم املى بطني اول بعد كده زعبولي. تملى بطنك ايه بس؟ احنا لازم نقول للجد شلبي تعالى تعالى، خلينا نروح بسرعه. بس قبل ما نقول للجد شلبي لازم نجيب زعبوله كمان. انت واضح حركات تعالى. اوكي خلينا نطلع كده. او ماي جاد المدينه بص عامله ازاي من الساعه 10 بالليل وهي كده مش عارف ايه اللي بيحصل في المدينه. انت واضح زعبوله زعبوله. ايه ده؟ ما قاعدين الموتوسيكل على الكرسي، ما قاعدين ليه يا ابني هنا؟ يا ابني مش بيتفرج على التلفزيون. بيتفرج على التلفزيون؟ هو في موتوسيكل في الدنيا بيتفرج على التلفزيون؟ زعبوله، هو زعبوله فين يا ابني؟ يا ابني مش شفت واد زعبوله هنا ولا بفرح فين بقى؟ ايه ده؟ هو انت قصدك ان انت سبته هنا بالظبط في المكان اللي احنا فيه؟ ممكن يكون حصل له حاجه او اتخطف. انا مش ولا مش هم اذا كان هو اتخطف ولا راح يلعب مع اصحابه. ثانية واحدة كده خلينا نطلع فوق بسرعة. زعبولة هولي مولي ايه المكان الغريب ده؟ ممكن يكون هنا ما بين السريرين خايف ولا حاجة. لا مش هنا، تعالى تعالى حركات، خلينا ننزل تحت بسرعة. لازم الجد شلبي يعرف كل حاجة عشان الجد شلبي هو اللي هيساعدنا. تعالى حركات تعالى. اوكي بيت الجد شلبي قصاد البيت بتاع زعبولة على طول. ليتس جو، بيت الجد شلبي اهو وبيت زعبولة اهو. ايه ده؟ حركات تعالى بص حركات. ايه ده واد بالي؟ هو بيته واد زعبوله مش عامل فيه؟ انا مش عارف، المفروض ان بيته كان هنا. اوكي خلينا نروح للجد الشلبي بسرعه. جدو الشلبي يا جدو، هو فين الجد الشلبي؟ شلبوكا شلبوكا. مين بس اللي بينادى عليا دلوقتي؟ انا مش فاضي. ايه ده؟ ابو علي وحركات؟ فين الواد زعبوله؟ جدو الشلبي مساء الخير، مش عارفين الواد زعبوله كان في البيت عند حركات اختفى، ما تعرفش هو راح فين. ممكن يكون جالك البيت هنا عشان كان عاوز ياكل والاكل عند حركات خلصان في البيت. شلبوكا انا مش ماليش دعوه بالمشكله دي، انت عندك اكل في التلاجة ولا لا؟ عشان مش انا جعان. بتقولوا ايه؟ زعبوله مش لاقينه. يا عالكارثه اللي احنا فيها دلوقتي، انتوا عارفين اليوم ده يوم ايه؟ النهارده اليوم العالمي لهجوم الاطفال المتحوله الشريره عشان يحولوا كل الكبار لاطفال شريره زيهم. ايه ده الجد شلبي اللي انت بتقوله ده؟ هو ايه اللي اطفال واشرار كمان ويوم عالمي؟ انا مش فاهم حاجه. شلبوكا ممكن مش توضح اكتر او مش عندي سؤال تاني؟ يا اولاد انا فاهمكم كل حاجه. النهارده اليوم العالمي لهجوم الاطفال زي ما موجود في الكتاب العجيب بتاع اجدادي، عشان كده يا اولاد انتوا لازم تنقذوا زعبولة من الأطفال الشريرة. محدش منكم يتحرك، اللي هيتحرك هيموت، لأن هما بيحبوا البشر اللي بتتحرك زيكم عشان يحولوهم لأطفال. اوعى حد يتحرك نهائي. إذا نتحرك ليه يا جدو شلبي؟ هو في حاجة ولا إيه؟ مفيش حاجة جدو شلبي. أبو علي أنا قلت لك ما تتحركش، أنت عارف لو الطفل كان لسه واقف كان زمانه دلوقتي هجم عليك وحولك. اكيد زعبولة تهجم عليه بنفس الطريقة عشان كان بيتحرك. زعبولة دلوقتي خطفته الاطفال، لازم تنقذوه قبل ما الصبح يطلع، وإلا زعبولة يتحول لشخصية شريرة ويكون طفل. ايه ده ننقذه؟ طب ننقذه ازاي؟ لازم الاول تروحوا للاطفال بيتهم عشان تقدروا تهزموهم وترجعوا زعبولة، ولو ما قدرتوش تنقذوا زعبولة قبل ما الصبح يطلع خلاص زعبولة مش هيكون صاحبكم تاني. شلبوكا انا مش الكلام ده كله ما يهمنيش، انا مش جعان، عندك اكل في التلاجة بقى ولا لا؟ عشان كده يا اولاد انا لازم ابعتكم دلوقتي على بيت الاطفال عشان تنقذوا كل الاطفال اللي اتخطفت وكمان ترجعوا زعبولة صاحبكم. جاهزين؟ طيب طيب يا جدو شلبي انا جاهز، مع اني مش عارف حاجة بس جاهز. لازم انقذ زعبولة وكل الاطفال المخطوفة. حاضر. اوكي الجد شلبي جابنا فين؟ انا مش عارف اي حاجة. ايه ده؟ احنا في بيت الاطفال حركات؟ وانا بقالي احنا مش في بيت الاطفال ولا ايه ده؟ لوي بابا بتفتح ايه ده؟ مين هو ده؟ استنى حركات ده طفل والله، طفل على الحو. او ماي جاد ده بيعمل ايه؟ هولي مولي ده خطف الواد من جنبي طلع بره. يا نهار ابيض خطف الواد من جنبي يا حركات، هما يروحوا يموتوه ولا يعملوا فيه؟ اكيد ممكن يحولوا لطفل زيهم، مش عارف ايه اللي هيحصل بس هنشوف كل حاجه. اوكي يور فريند واز اوت sick today. طبعا هم اللي كاتبين لنا كده على الويا، صديقك بره مريض النهارده. It's summer break, time to have some fun. Oh, your friend knows a cool spot. صاحبك عارف مكان رائع.
اوكي خلينا نستخبى. هو ده المكان الرائع. الو يخوف الاطفال يكونوا جوه. اوكي انا مش عارف دلوقتي اللي هيحصل. ليتس جو. احنا المفروض حركات هنا عشان ننقذ زعبله وكمان الواد اللي اتخطف. تعالى حركات. اول حاجه عايزين نعملها ندور في المكان او بي اس. اكيد هنا بقى غرفه العمليات كلها. ليتس جو. اي ثينك سام ثينجز ان هير. الريد كي احنا محتاجين الريد كي على وين؟ مش عارف هو فين. او ماي جاد بيموتوا. كانش نش بيموت. يا نهار زبادي. كانش نش مات. او ماي جاد دي كانش نش. لا يا كانش نش مات. طب هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ احنا محتاجين نهرب من هنا. اوكي لا 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 جاي عليا جاي عليا. لازم ابو علي تعالى هنا كده. خلينا نهرب. اوكي اهرب اهرب ابو علي. قولي مولي لو جاي ورايا. ايه الاماكن دي؟ في كمبيوتر وادي حركات. وادي ابو علي بص في بتاع ورايا كده خد بقى. ايه ده ايه اللي وراك؟ اوكي في ريد كي. لا ده مش ريد كي ده جرين كي. اوكي خلينا نطلع اشوف الجرين كي. لازم ايه ده ده هنا. الحمد لله. افتح كده بسرعه تعالى حركات. ليت البلو كي. اوكي خلينا ناخده. انا سامع صوت. قولي مولي الوضع والوضع. خلينا نهرب من هنا. اوكي تعالى هنا كده تاني. او ماي جاد هو حاطط فك ولا مش عارف. انا معايا البلو كي دلوقتي. حركات مش عارف حركات فين. خلينا ننزل هنا كده. او احنا محتاجين البتاعه دي عشان نفتح البوابه. او ماي جاد انت جبت الشكوش ده منين؟ مش عارف يا معاها الشكوش منين. الباب ده مش بيفتح كمان. في سلم اطلع كده على السلم. ليتس جو. هنا كمان يا علوي ما ينفعش ننط. النطه مقفوله. ايه الاوضه دي؟ الاوضه دي بتاعت ايه؟ او دي اللي احنا محتاجينها بس ما ينفعش اشيلها. ليتس جو. دلوقتي لازم ندور كويس على او ماي جاد انت تاني انت تاني. طب اعمل في ايه ده بس؟ المشكله انه واقف هنا. ومحتاجين هنا كمان البنزين. او ماي جاد. والاوضه دي ما فيهاش اي حاجه. مش عارف نلاقيها فين. او ضربته والله ضربته. ليتس جو. البنت اتمسكت. البنت اتمسكت. خلينا اهرب ماليش دعوه. خلينا ننزل من هنا كده. انا محتاج البتاع اللي بتفتح. ايه ده الباب اتفتح. مين اللي فتحه؟ حركات. برافو عليك حركات. وانا بقالي بشباب بتاعي مش عارف بتعمل ايه يا ابني. دي بتفتح البيبان. تعال تعال افتح الباب ده. ايه ده ده مقفول. ما ينفعش تفتح حركات. لا مش مقفول كده بقفل بقى. طيب طيب تعالى كده حركات. محتاجين نفتح. ثانيه خلينا نحط البلوك هنا. اوكي فتح البوابه دي. ليتس جو. ايه ده؟ او ماي جاد ايه الصوت اللي سامعه ده؟ انا خدت الجهاز ده. اعتقد ان الجهاز ده ممكن نستخدمه عند التلفزيون لحركات. تعالى ليتس جو. ايه الصور الغريبه دي؟ فين الواد زعبوله؟ اطلع كده من هنا يا ابو علي. انا جيت هنا عند التلفزيون. ثانيه احط ده. والله اشتغل على الكمبيوتر على طول. اوكي ده ايه ده؟ ده الكمبيوتر بيفتح 3-2-2-1. بتاع ايه ده؟ مش عارف. خلينا ننزل كده. ممكن نستخدم الكود ده في اي حاجه هنا. اوكي خلينا نيجي هنا كده على الوي. 3-2-2-1 ده هو فعلا. ايه ده؟ فتح لنا حاجه. انا جيت فين؟ او ماي جاد البنزين البنزين. البنت خدت البنزين. برافو عليكي. تعالي تعالي افتح حركات برضو البوابه دي. اوكي عايزين نطلع فوق على الوي عشان نحط البنزين. يلا بسرعه عشان نقرب زعبله وكل الناس اللي معانا. او ماي جاد الواد هناك. لا 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 انزل حركات. ده بيجري وراها بيجري وراها. لا ده نازل. يا لهوي اجري بسرعه حركات. تعالى وادي ابو علي. هما دول بقى اطفال اللي بوش اللي عاوزين يحولونا الشح. ايوه هما دول. افتح بسرعه يا كابتن. اوكي المفروض البنت هنا حطت طبعا البنزين. في حاجه طلعت اكيد. الحقوا بصوا بصوا الاطفال اللي واقفه دي. دي اطفال شريره متحوله على اللوايا. خلينا نطلع من هنا كده. او ماي جاد ده جه عليا جه عليا. ايه ده البوابه دي؟ ثانيه هولي مولي انا رحت فين؟ او ماي جاد انتوا بتهزروا معانا. جبتونا تاني في الاوضه دي. اوه زعبله كمان جنبينا. الباب فتح. او ماي جاد على فكره على وين انتوا واخدين بالكم؟ ده طفل دكتور. هولي مولي خطف. الحقوا خطف الواد اللي جنبي. هو ده اللي هيحوله هيحوله شرير. الطفل الشرير ويجري ورانا. ده يا علوية طفل دكتور هو اللي بيحول الناس الكبيرة الأطفال شريرة. Your friend was out sick today. هولي مولي. اوكي it's summer break. طبعا دي استراحة الصيف يا علوية. Your friend knows a cool spot. طبعا صديقك عارف مكان كويس اللي هو اتخطف. بيقولوا لنا كده يعني عشان نروح المعمل ويقفلوا علينا عشان يحولونا احنا كمان. اوكي خلينا نيجي هنا كده بسرعة. كده انا فهمت كل حاجة. خلاص يا علوية محتاج طبعا ان انا اجيب كل الحاجات اللي كنت جايبها دي عشان اقدر اهرب من المكان ده.
لزجو محتاجين المفتاح الريد كي او الجرين كي اي حاجه. اوكي اوكي خلينا ناخد دي، دي بتفتح المكان تحت. تعالى حركات، تعالى معايا. طب ادي بقى لي بوتش بدو اوجع بولا مش لاقيه. اكيد زعبولا خطفينه حركات عشان هم عايزين يحولوه في الريد كي اهو. اوكي خلينا نفتح كمان المكان ده. تعالى حركات تحت بسرعه. طب انا جاي لك اهو. اوكي فتحت البتاع الباب ده وكمان الباب ده. ليتس جو. قدرت افتح الاثنين. افتح المكان ده ابو علي. اوكي حركات، تعالى حركات تحت. انا جبت بوتش بتراكة. تعالى تعالى حركات. اوكي المفروض دلوقتي على اللواء ان انا اجيب الريد كي. المطرقه دي حركات اللي معاك تقدر تجيب منها الفلاش اللي بيضرب الواد بسرعه. خلينا نودي بقى الريد كي عند البوابه بتاعته. افتح يلا ليتس جو. فتحنا. اديني الجرين كي بسرعه. اوكي دلوقتي على اللواء عايزين نعرف الكود 0219. ليتس جو 0219. ركز ابو علي. زعبله او ماي جاد زعبله صاحبي، لازم ننقذه طبعا على اللواء ونرجعه تاني معانا بروك هيفن. 0219. اوكي ابو علي 0219 لازم نستخدم الكود ده. اوكي اوكي تعالى نكتب علي 0219. يب الكود فتح. خلينا ندخل بسرعه المعمل. ليتس جو. دخلت دخلت. هات البنزين ابو علي. خدت البنزين كمان. اوكي افتح بسرعه كده مفتاح الباب ده وكمان الباب ده عشان لو جات لنا من اي مكان البنت المتحوله او الواد المتحول على طول يا علويه نروح طالعين وهربين. اوكي انا طالع دلوقتي عشان احط البنزين في المكان بتاعه. زعبله تعالى زعبله. ابو علي خد بالك ابو علي كده هيحولونا لشرير. برافو عليك يا واد زعبله، انت لسه عايش. تعالى تعالى معايا زعبله. اوكي بص البنت المتحوله هناك ايه دي جايه عندي. يا نهار ابيض مسكت الولد مسكت البنت والله. اجري يا زعبله. لا ابو علي شفت بقى بيموتوا الناس ازاي. ايوه ده زعبله كانوا هيموتوك انت كمان. دلوقتي احنا هربنا منهم. خلينا ادخل بسرعه احط البنزين عشان اشغل الجهاز. ليتس جو ليتس جو. حط البنزين ابو علي. اوكي انا حطيت البنزين هنا في المكنه دي واشتغلت. الخرطوم بيوصل لحد هنا. اوه اوه لحظة افتح البوابة. هولي مولي افتح البوابة كابتن. ليتس جو البوابة فتحت. حركات زعبلة الواد حركات فين؟ اوعيكم مات. حركات زعبلة تعالى زعبلة عشان اقربك. تعالى هنا كده زعبلة تعالى. طب ابو علي دبت ورا يلا عشان تقرب بسرعة. يلا زعبلة اهرب البوابة دي اهرب البوابة. ماشي ابو علي تعالى انت وحركات بسرعة. زعبلة هرب. اوكي البنت جاية عشان تموتنا. حركات وادي ابو علي مش عبادة وعليكم مش لاقيكم. انت فين يا حركات؟ انا عمال ادور عليك انا كمان. او ماي جاد افتح بسرعه البوابه دي. اوكي حركات انت فين؟ انا جيت اهو. ايه ده انت ماسك ايه يا حركات؟ انا بوش ماسك بازوكا قدام بوش في وشها. ايه ده انت ضربتها؟ برافو عليك يا حركات. تعالى تعالى اهرم البوابه دي. طيب بوش نايم اهو. اوكي ذا ليتل وانز ار ستاند. اوكي حركات استناها خلينا نهرب. ليتس جو. يب الهليكوبتر جت. اوكي وانا ركبت في الهليكوبتر. واو انتوا راكبين معايا الهليكوبتر. ليتس جو خلينا نرجع على بروك هيفن. اوكي قدرنا نهرب على اللوية. طبعا يا اللوية اللي عاوز يلعب التحدي الجامد ده سلطاته زرقاء قدامكم دلوقتي روحوا العبوا وقولوا لي رايكم. ليتس جو رجعنا زعبله اخيرا. زعبله شكرا يا ابو علي ان انتوا نقذتوا حياتي. انا كنت مخطوف من الاطفال. واد زعبله انا مش قلت لك ما تتحركش يا واد انت. ايه مش اللي بعتك مع واد اول؟ حركات هو جه وبص وخطفني. بص انت بحشم الفيديو على اليوتيوب هتعرف كل حاجه. طب طب يا زعبولة تعالى زعبولة نبص بقى لازم ندخل للجد الشلبي عشان يعرف ان احنا رجعناك. اوكي جد الشلبي قدرنا نرجع زعبولة سليم. برافو عليك وده حركات ان انت ساعدتني وقدرت ترجع زعبولة معايا. انا ما كنتش مصدق ان انا ارجع بروك هيفن تاني. جد الشلبي خير يا ولاد قدرتوا تنقذوا زعبولة ولا لسه؟ برافو عليكم رجعتوا زعبولة ودلوقتي المدينة كلها هيطلع فيها النهار تاني. خلاص برافو عليك يا زعبولة ان انت رجعت وبقيت سليم. وانت كمان يا ابو علي وانت حركات برافو عليك مع انك انت فرخة. شلبوكا انا مش نفسي تحول لفرخة. تعرف تحول لشلبوكا. ارجع وقت مكانك ارجع مكانك. طيب طيب خليش ما تجوش بقى. اوكي اجدو شلبي دلوقتي. ايه ده الصبح طلع. ليتس جو الصبح طلع والله. واو انا دلوقتي اخيرا راح استريح في بيتي. جدو شلبي احنا كده هزمنا الاطفال صح؟ ايوه يا ابو علي قدرتوا تهزموهم. انا ما نمتش من امبارح يا اولاد. هطلع استريح يلا مع السلامه. مع السلامه يا جد الشلبي.
هو انا كمان ما نمتش من امبارح. زعبولة انت ممكن تيجي تنام معايا في البيت ماشي؟ طب بالي احسن البيت الواد حركات النوم ده. طيب ماشي يلا بينا بقى كده على وي يكون الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. اشوفكم الفيديو الجاي. يلا زعبولة تعالى خلينا نروح ننام بسرعة. ابو علي انت ما تعرفش كانوا بيعملوا فيك ايه الاشرار دول؟ كانوا بيعملوا فيك ايه؟ تعالى احكي لي كل حاجه في البيت. يلا بينا هقول لك على كل حاجه. ابو علي الحمد لله كله بقى ماشي ماشي. انا دلوقتي لازم اشيل التلاجه بالشارع. يلا حكم بالشارع خلينا كشارع. يلا حكم بالشارع افتح التلاجه قبل ما اشيل بكره يا عم انا بكشارع. يا سلام كده المدينه ترجع تاني. ايه ده؟ هو ايه الصوت اللي تحت ده؟ معقوله يكون النجار جاي يصلح الباب اللي كنت قايله عليه؟ انا مش قادر انزله دلوقتي يصلحه وابقى حاسبه. ايوه فتحت واحده. يلا مش خلينا نكسر الباب التاني كمان وفتحه كده. ايوه فتح هو كمان ماشي كده. خليني بقى اشيل التلاجه كلها. يا سلام يا سلام كمان حنشوف ديجي ديجي وتحت ديجي ديجي ديجي.